والكلام يطول، أنا دي مقدمات ما دار أطول كثير جدا. طيب المقدمة الرابعة، الحكم على طائفة بالانحراف أو جماعة. نحن منهجنا في هذا من باب الإنصاف أننا نحكم عليهم بانحرافهم من مراجعهم ومن انحرافات قادتهم، وده من الإنصاف. يعني أنا مش واحد في آخر الدنيا، واحد في آخر الدنيا منتسب لطائفة بعدين غش لي واحد في السوق أداه شيك وغشاه إلى آخره، فما بنقول الطائفة دي كلها بعدين بده شيكات ضاربة وبغشوا الناس. لكن لو قائد من قادة له انحرافات وتحته أتباع يتبعونه حتى في هذا الانحراف، فهذا يحكم على الطائفة بأنها منحرفة. لم نرد على الطائفة، ودي رسالة من هذا المنبر أوجهها إلى بعض من يتورع في الكلام في هذه الجماعة، كرجل في الحصائيسة اسمه كمال الدين الزنادي، تورعه لك انت الخطأ الفردي والخطأ بتاع الجماعة، دي كلمة حق. في خطأ يمثل الفرد في نفسه، ما بنقول جميع جماعة أنصار السنة يعتقدون أن الصحابة اقتتلوا في السلطة، لكن بنقول محمد مصطفى ومن خلفه يعتقدون هذه العقيدة. لكن برضو ما بنعفي الجماعة، ما بنقول بيعتقدوا العقيدة، لكن بنقول ما اتخذوا الموقف الشرعي تجاه هذا الأمر. فهمت المسألة؟ فاديل بعضهم يتورع، قلت لا اترك الجماعة دي اتركن، قال لي ده مركز عام يعني ما حق زول، ما خاص عام يعني. بعدين الرئيس زي رئيس السودان، بيجي رئيس وبيمشي الثاني وكذا، لكن تبقى الجماعة. يا زول الرئيس بيتكلم باسم الجماعة، رئيس السودان إذا تكلم في موضوع باسم السودان ده مش بيمثل السودان؟ رئيس السودان رسل فرقة يحاربوا أهل الباطل باسم السودان، مش ده خير لنا كلنا؟ ده خير لنا كلنا، كتر خير. نقول ده بمثل الرئيس براو؟ ده رئيس الجماعة بيمشي باسم الجماعة ويقع في الانحراف، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله بالوثائق. فده يمثل الجماعة، والطعن فيه طعن في الجماعة، في كل الجماعة. بعد ذاك لو في فرد نفر نفرين في آخر الدنيا هناك، تلقاهم مرات تمشي بعض القرى ولك أنا ما بعرف رئيس ولا تنظيم ولا غيره، كيف أنا أنصار سنة لكن توحيد وسنة، أها تعامل مع أهل البدع، لا هذا الكعبين ما بنتعاون معهم، وتبين له الحق بيستجيب، ده فيه خير، ده نحن ما قاصدين. واحد دخل جديد، خش جديد وشاف الناس ودخل معه ما عارف الانحرافات، ده ما قاصدين، لكن نحن نتكلم في انحرافات هذه الجماعة ونرد على الجماعة ونحذر، ويحرم شرعا الدخول في هذه الجماعة، والذي رفع السماء حرام تنتسب لهم، ما بجوز. يقول لك لا حرام عديل، آية حرام، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وآيات كثيرة جدا. ما بجوز لك، لازم حرفين تشاركون، لأنه بعدين تسأل أمام الله سبحانه وتعالى، أنت بتنتسب لهم وقاعد في نصهم، لكن لو بينت الحق عديت شنو؟ برأت الذمة، برأت منك الذمة. طيب المقدمة الخامسة والأخيرة، ما هو الغرض من هذا الرد؟ الغرض بيان الحق وإزالة الغبار والشوائب التي علقت بأذهان الكثيرين بالنسبة للدعوة السلفية. نازل الدعوة السلفية نقية وصافية وطيبة، وطريق يشرح الصدور ويوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فيه حسن الظن
وفيه الرفق واللين وتقديم الخير للناس، الرفق بالمسلمين والشدة على الكفار وأعداء الله سبحانه وتعالى. فيه مراعاة لما يصلح العباد في دينهم ودنياهم. والدعوة السلفية تحارب الشر كله وتحارب الباطل كله وتدعو إلى الخير كله، دعوة نقية صافية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. تركتكم على مثل البيضاء، لو كان على مثل الحمراء الزرقاء الغبار ما بيظهر فيها، لكن على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أو على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. طريق واضح ونقي نور يهدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فنحن دارين بين الحق في وقت سكت فيه من تعلم وجلس للعلماء. امشوا دكاترة زي دكتور اسمه خالد عبد اللطيف، امشى آخر الدنيا هناك أو أول الدنيا، غادي يمشي بلاد الحرمين ويقعد لعلماء كبار سنين، يقعد ويدرس ويدو دكتوراه عديل في الجامعة أو يتخرجوا لحد ما يصل درجة الدكتوراه، ويجي الجماعة يقولوا ده أعلم زول بالعقيدة، أعلم زول بالعقيدة، الشرك منتشر في بلده والباطل، وناس اتآلفوا مع أهل الشرك كما سيتبين إن شاء الله. هو قاعد مع الناس دي والشباب يمشوا له العقيدة الأشعرية والمبادئ الكذي وإلى آخره، والناس الكلام. أنا مرة مشيت درس قعدت ربع ساعة ما فاهم أي شيء، بتكلم باللغة العربية كلمة إنجليزية ما جابها، ربع ساعة في الحلفاية بتكلم في كتاب التوحيد. لاحظ الموضوع، يعني مش في وصول الفقه ولا مسائل ولا المواريث ولا مسائل دارة تركيز شديد، توحيد والله ربع ساعة ما فاهم أي شيء. يقول لك لأنك أنت ما تفهم لغة العلماء، ما جينا قعدنا بسيط، ما تقول قعدنا مع العلماء يعني شخصيا، قعدنا للعلماء كلام جد فيه منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلاما يفهمه القاصي والداني، والأعرابي وغيره من الناس يفهم كلامه، كلام كثير في النائج ترى العجب العجاب. غباشة حول السلفية وباطل كثير، وهم جالسون في وسط أهل الباطل وفي وسط أهل التميع. تكلم في التراب وترد عليه وتشد عليه، الجماعة يمشوا. ده كده المواضيع دي طويلة، لكن خلونا شنو في الموضوع ده. طيب، الغرض الثاني تحذير الناس من الباطل وأهله، ده الأهل الباطل وإن انتسبوا إلى أهل السنة، والله أهل باطل. وسيعلمون الآن هم بعد سماعهم لهذا الكلام إن سمعوا إن شاء الله تعالى، سيعلمون أنهم على باطل. بعد نحن شنو؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب، ثاني نحن ما بضرنا كثير، لأن نحذر الناس. في شباب بس دخلوا جديد في الدعوة، دخلتهم كذي ماشين، إلين فيهم واحد يقول لهم الله، في واحد زول قوي والزول ده ما شاء الله والزول ده كذي ما بخاف، راح شوفوه، يودوه الشاب لمحمد مصطفى. ما بخاف، ده كلام ساي، ده كلام ساي بيجيك في وقته، ما بخاف وإلى آخره. ما بخاف دي في إطار معين عند أحد معين، لكن السلفي بحق لا يخشى في الله لومة لائم. وإن كبر فلان وإن صغر، وإن كان شرسا وإن كان بليغا، وإن عليه من بأقطارها، لا يخشى في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، الله سبحانه وتعالى. خايفين على الشباب ده، في شباب استقاموا جديد طوالي خشوا في الحزبية، جابوني يجيبون لي ذاك ثلاثة طلقات يجي من مصر، ثلاثة طلقات وإلى آخره، محمد حسين يعقوب. واحد مرة ناقشني قبل 4 سنة فيه، بعد ناقشته وفيه خير الزول ناقشني ده، قال لي أنا بسمع عليه وبسببه قيد بصوم الاثنين والخميس وماشي كويس إلى آخره، ده حاجات من الدين.
هو فيه خير، أنا قلت فيه خير، دي ما موازنات للكلام الجاي ده. بعد ناقشت وذكرت له الحجج استجاب، وده الخير هنا. بعد استجاب قال لي والله أقول لك شيء، أنا والله سمعت له 1000 محاضرة ما عرفت الاستغاثة بغير الله شرك إلا بعد جيت الخرطوم. 1000 محاضرة ما تعرف الاستغاثة بغير الله الشرك، دي دعوة حق يا ناس؟ دي دعوة الرسل؟ 1000 محاضرة رسول بيجي وجبريل أسي بكرة الناس جد بتعرف الدعوة، كلمة واحدة بقولها لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، موضوع خلاص. افهموا دعوة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. 1000 محاضرة ما عارف الاستغاثة بغير الله شرك. تعال لو صمت 2 وخميس وصمت يوم وفطيت يوم وقمت الليل وعملت وإلى آخره، فائدة من الدعوة دي شنو؟ والناس في بلد يعج فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنحن بنحذر الناس بالأدلة والبراهين الواضحة إن شاء الله تعالى. شباب استقمت جديد أعرف الكلام ده، الناس المنحرفين ما تخش معاهم، يعني خش معاكم انتوا نحن منو؟ يعني انتوا جماعة ناس فلان عصبجية؟ لا لا ما عصبجية، سمانا ذاك براو والله ما عصبجية، عصبجي هو والله. انتوا عصبجية يا جماعة، انتوا كيف ما عصبجية؟ نحن ما عصبجية يا ناس. يعني قصدك منو؟ لا والله مزمل والشباب المعاو ديل. ايوه ديل يا هون، اي شباب ديل شت بيه مزمل ذاته، وابو بكر وغيره بيجوا بصلوا مع محي الدين، تعال بعد الجمعة امسك الميكروفون قول مزمل ضال، ابو بكر ضال بيه، ابي بكر وفلان ضال وفلان ضال. شوف في زول يديك بنية، والله زول ما يضربك، يقوم بالراحة مزمل امسك الميكروفون إن شاء الله 1 2 3 4 بتقع انتهى الموضوع بفضل الله، ما بفضله هو، بفكوك بتمش، لا في زول بضربك لا كده، دي في أعصاب هنا. لكن أتحداك مش مربع 5، خد جوا أقف قدام. طبعا إن ظاهر شايفينك ده موضوعك أصله واضح، واحد بيشتم أخواننا ديل لكن بيرد على محمد مصطفى رد كده ظريف، يقول لك أما مصطفى والله أخطأ في موضوع الصحابة، لكن خطأ ده ما معناه إنه بسب الصحابة، بيعذره يعني في الموضوع ده، مع إنه ما بيعذر بالجهل، الزول ذاته. بعدين واحد صاحبه قال لي مش يحضر محاضرة واحد ولد دخل لي، ماذا أجيب اسمه؟ ده الوحيد اللي ما بجيب اسمه لأنه ما فيه فايدة، معليش مسكين وانتهى، سوى له هيجة 2 3 وانتهى. مش قال يحضر محاضرته، لما في واحد نسيب الشيخ ده قال له انت بتتكلم في الشيخ اطلع برا، طردوا، تكلم في الشيخ بس طردوا، مع انه ما بقول كلامنا في محمد مصطفى، لو بيقول كلامنا ده انا ما عارف كان يسوي ليش، هو بقول الشيخ ده ما بسب الصحابه ده ما منهجه، لكن في دي اخطا، مش كلام جايها له شويه، كلامه باطل ده ذاته. بعد ده امش مسجد محمد مصطفى اقف قول له ولو السلام عليكم أناس، عليكم السلام، كلام محمد مصطفى باطل، كلامه في أن الصحابة اقتتلوا في السلطة باطل، كلامه في المركز العام باطل، تكفيره لبعض السلفيين والمسلمين باطل، كذب الواضح باطل، وجيب البراهين، تعال امرق بكرعيك وقابلني تاني. بتمرق ولا بدقوك؟ أسألك بالله ما بدقوك؟ ما بدقوك؟ والله يدقوك. العصبجية يا تنهن ولا نحن؟ ده مقياس أنا بديك له، هسي بكرة تعال المسجد يوم الجمعة بعد 2 3 تعال نبذنا تمام، كان زول دقاك تاني زمين عصبجية، لكن أمشي هناك ياخذ لك الكلام، الموضوع ده طويل جدا. طيب